السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ المتنوع، مرحبا بكم أيضا في فيديو جديد. جبت لكم اليوم كيك بالفواكه الجافة اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. وما تنسونيش بشجاعة ديالكم من خلال الضغط على زر الإعجاب وعلى تعليقكم الرائعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير كنحتاجو 3 البيضات، نحتاجو أيضا كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، وكنحتاجو ايضا كاس ديال قهوه اللي كنكونو مغلينها، وكنحتاجو 2 خمارات مفيئة 8 غرام، وكنحتاجو فانيا ورشه من القرفه اختياريه وكلمات كتجي رائعه في هذا الكيك، وكنحتاجو معلقه ديال صغيره ديال الخل باش كيهششنا الكيك ديالنا، وكنحتاجو الفواكه الجافه اللي بغيتو البنات اللي عندكم، تقدروا ديروا كاوكاو، ديروا اي حاجه عندكم، اولا بيبي شوكولا اللي بغيتوا البنات. المهم انا درت هنايا فواكه الجافه، ودرت الكاوكاو واللوز والكركاع، ودرت شوكولات ديال كوكيز، درت ايضا التمر واللوز ايفيلي. البنات كيبقى اختياري التزيين بالنسبه للدقيق حسب الخليط. من بعد كناخذوا بول كنديروا فيه 3 البيضات، وكنزيدوا عليه نص كاس ديال السنيده ورشه ملح، وكنبقاو نطربوا فيه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. البنات ما تضاعف لينا الحجم ديال البيض ديالنا، كنزيدو في الزيت بالتدريج البنات بحال هكا، كنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى كيدخل لينا الزيت ديالنا مع البيض والسنيده، كنبقاو نضيفو ونطربو في نفس الوقت حتى ندخلو الزيت ديالنا كامل بالتدريج. المهم البنات من بعد ما ضفنا الزيت ديالنا كاملو كيولي الشكل ديالو هكا، القوام ديالو كيكون كريمي. البنات ما طربنا الخليط ديالنا مزيان كيولي على هذا الشكل القوام ديالو. بعد كنضيفو نص كاس ديال الماء، اللي كيكون عادي كيكون نص صنبور، يمكن لكم التعويض ديالو بنص كاس ديال الحليب، ولكن البنات الماء كيخليها خفيفه وكيكون القوام ديالها خفيف. بالنسبه للبنات الطريقه المعتمده عندي انا كنضيف في المره الاولى الدقيق حتى كينسجم ليا، ومن بعد كنعاود نضيفه من بعد ما كنزيد السوائل ديالي. طريقه البنات اللي كتجي حتى هي رائعه وكتخلي الكيك ديالنا كيجي مهوي. البنات ما دخلنا الدقيق ديالنا في الخليط ديالنا، كنزيدو معلقه ديال الخل اللي يكون معتمد عندنا في الكيك ديالنا باش كتجي هشيشه. نضيف رشه من القرفه اللي كتعطي رائحه ومذاق لهذا الكيك. يمكن لكم البنات التعويض ديالو بقهوه سريعه الذوبان اولا نكهه القهوه، حتى هما كيجيو رائع، ولكن القرفه البنات اللي كتعطيها واحد البنه خطيره. بعد البنات كنضيف القليل من الفواكه الجافه في الخليط ديالي، كيبقى اختياري يمكن لكم تخليوه غير للتزيين. من بعد البنات كنزيد القهوه اللي غليت من قبل وبردات ليا، كنضيفها للخليط ديالي كنطرب مزيان. من بعد كنضيف الدقيق بالتدريج اللي كنكون غربلته قبل 3 مرات باش كيدخل ليا، وكتخلي ليا حتى الكيك ديالي مهويه
وفي الفران كتطلع لي يعني ما كتجينيش طافصه اولا كتجيني ثقيله. هم البنات بحاولوا انكم تبقاو تغربوا الدقيق ديالكم مزيان. بالنسبه للناس الخميره انا ما كنضيف الخل ديالي حتى كنبغي ندير الكيك ديالي في الفران. كمان كنضيف البنات جوج خميرات بمئة 8 غرام. البنات كنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا كما شفتوا على القوام، يعني ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف، يعني ما كيجيناش خفيف بزاف، باش مني من نخو الخليط ديالنا ونزينوه الفواكه الجافه ديالنا ما يطيحوش لينا الاسفل باش يبقاو لينا في الاعلى. البنات كنبقاو ندخل الخميره للكيك ديالي. المهم البنات هذا هو المول اللي غنخوي فيه الكيك ديالي، اللي كنكون قبل دهنتو بالزبده وشويه الدقيق اللي كيكون فيه 20 سنتيم. كنخوي الخليط ديالي وكنحاول ان نبعد ايديا باش كيدخل الهواء في الكيك ديالنا وكتنفخ معانا. من هذا الشكل البنات اللي ما نقربوش، يعني نحاول ان نطلعوا الخليط ديالنا الفوق على هذا الشكل. من بعد البنات كنبقاو نزينوا بالخليط ديالنا. البنات يعني كيبقى هذا الخليط اختياري للتزيين، قلت لكم انكم ديروا غير الشوكولات ديال الكوكيز اولا ان تستغنوا يعني على هذا الزين، يعني تخلوها عاديه. المهم البنات هذا الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران، يعني كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي القوام ديالو طالع البنات وكتجي الكيك طالعه. بالنسبه للبنات انا زينته بالقليل من الصوص ديال الكراميل كما وريتكم. بالنسبه يمكن لكم انكم تزينوا بالشوكولات دوبوا ان ديروا خطوط. الا ما بغيتوش تخلوه تكتفوا غير بداك الفواكه الجافه اللي درنا من الفوق. وانتم البنات كما وريتكم كتجي مفشفشه وكتجي رائعه. ملي نقطع معكم باش تشوفوها من الوسط كتجي. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، لأنها كتجي رائعة لا في الشكل ولا حتى في المذاق. المهم البنات هاد الشكل ديال الكيك ديالي من الداخل، كيجي القوام ديالها خفيف البنات ورائع. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نخليكم البنات ان شاء الله في فيديو جديد في وصفة جديدة، وكنتمنى ان الوصفات اللي كنعطيكم يفيدوكم وتجربوهم علاش لا.